السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الساعة من التغطية. تقول صحيفة لوموند في تقرير لها عن دور الإمارات وحلفائها في ليبيا خصوصا والمنطقة عموما، إنه ما كان لحفتر أن يحرز تقدمه لولا الأسلحة الإماراتية التي أي الإمارات تؤمن هي وحلفائها بضرورة عودة الاستبداد، كما أكدت ذلك صحيفة لوبوان الفرنسية أيضا في مقال عنونته بقولها: الإمارات تقف حجر عثرة أمام تطلعات الشعوب للتحرر. الأمر الذي يتناسب أيضا مع ما أورده تقرير ميدل إيست آي، حيث تحدث أن مجزرة فض الاعتصام بالسودان جرى بضوء أخضر إماراتي سعودي. ورغم تأجيج الإمارات للصراعات العسكرية في المنطقة، خرجت في بيان مشترك لها مع ألمانيا قبل يومين تفضل الحل السياسي وتقول أن لا حل عسكري للصراع الدائر في ليبيا. نفتح في هذه الساعة ملف التدخل الإماراتي في ليبيا عموما والسودان والمنطقة، أو في ليبيا خصوصا والسودان والمنطقة بشكل عام، مع ضيوفي الكرام. معي هنا في الأستوديو كل من السيد محمد إكرير مدير المنتدى الليبي للحوار، وأيضا معي الشيخ حسن سلمان الباحث في الشؤون الإفريقية، ومعي عبر الهاتف الشيخ حسن الدقي الأمين العام لحزب الأمة الإماراتي. ولعلي في البداية أرحب بضيوف الكرام جميعا، وأبدأ بضيفي الشيخ حسن الدقي عبر الهاتف. شيخ حسن، بداية لو بدأت بهذا العنوان الذي صدرت به صحيفة لوبوان الفرنسية إحدى مقالاتها، حيث تقول أن الإمارات تقف حجر عثرة أمام تطلعات الشعوب للتحرر، إلى أي مدى تجد هذا العنوان معبرا في الحقيقة عن ما تفعله الإمارات ودورها في المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد. أشكر لكم هذه الاستضافة، وأحييك وأحيي ضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين. هذا العنوان الحقيقة صادق وكاذب، عفوا، في آن واحد. صادق من حيث دور الإمارات التي لم تعد هي والحكومات العربية لم تعد مجرد دولة وظيفية أو حكومة وظيفية كما يسمى، وإنما انتقلت إلى مرحلة أخطر من ذلك، فقد أصبحت عبارة عن منصة أمنية. ضباط الموساد وضباط CIA يقبعون مباشرة في أجهزتها الأمنية ويقومون بهذا الدور الخطير في العالم العربي. وهذا العنوان كاذب، لأن القوى الصليبية منذ 100 سنة التي لا تزال تحتل وتهيمن على المنطقة العربية والمسلمين عموما، سواء كانت أوروبا وفرنسا على رأسها أو أمريكا، فإنها تختفي خلف هذه الأنظمة العربية، تختفي خلف هذه الأدوات، وتكلف هذه الأدوات بالأعمال القذرة حتى لا تبدو حقيقة ما تقوم به هذه القوى من إدارة هذا الصراع الخطير، الصراع العقائدي والتاريخي الممتد منذ مئات السنين، لكنه في القرن الأخير بلغ مستوى يعني نتج عنه انهيار الأمة الكامل. نحن الآن فقط نتبين مستوى هذا الانهيار ونتعرف على أعماقه، وإلا فنحن منذ 100 سنة في ظل هذا الانهيار والصور. نعم. طيب، إذن الإمارات يعني تقول أنها أصبحت أكثر من دولة وظيفية وأنها تحولت إلى منصة يعني أمنية يعني استخباراتية ربما في المنطقة، لصالح من يعني تلعب الإمارات هذا الدور؟ هنا الحقيقة لابد أن نقف على طبيعة التطوير والتحديث الذي أدخل على النظام العربي. النظام العربي ذو تاريخ واحد وذو بنيوية وهيكلية واحدة منذ أن أنشئ في مرحلته الأولى عبر الشكل الملكي في بداية القرن، ثم طور عبر شكل الجنرالات والانقلابات العسكرية، وهو نظام متكامل، ودل على ذلك محطات كثيرة. كان من أخطرها هو مرجعية زين العابدين بن علي في تونس لهذه المرجعية، حيث كان كل شهرين أو ثلاثة يجتمع رؤساء المخابرات الجزء العربية ووزراء الداخلية ويركعون بين يديه، وهو لا يحمل ثانوية عامة. من الذي وضعه على رأس هؤلاء جميعا؟ هي المرجعية الأمريكية التي وضعتهم. فنحن أمام الحقيقة الحدث الأخطر، وهو الثورة العربية وتحرك الشعوب نحو السيادة واستعادتها مجددا. هنا كان لابد من إدخال تطوير وتحديث على الأنظمة العربية. هذا التطوير والتحديث
الإمارات تلعب فيه الدور الأخطر والمتقدم نتيجة ل يعني معطيات تاريخية ونتيجة للقواعد العسكرية والأمريكية والأمنية الأمنية عفوا والعسكرية الموجودة في على الخليج وفي الإمارات على وجه الخصوص عهد لها بهذا الدور المتقدم في الثورة المضادة أو في ضرب الشعوب وإرجاع الشعوب مرة أخرى إلى بيت الطاعة الأمريكي والأوروبي. إذن هي تلعب هذا الدور لصالح القوى الغربية والصليبية كما وصفتها الشيخ حسن الدقي. أستأذنك وأستأذن ضيوف الكرام وأيضا المشاهدين للخروج الآن إلى هذا التقرير الذي تم إعداده وأنبهني الزملاء أنه جاهز الآن. إذن نتابع هذا التقرير أعزائي المشاهدين ثم نعود لمتابعة هذا النقاش. لا تخجل الإمارات وهي التي تدعم مجرم الحرب حفتر المتمرد بكل أنواع العتاد العسكري وتمول حروبه الهمجية وممارساته الوحشية بالمليارات. لا تخجل أن تقول في الآن نفسه ألا حل عسكري للصراع في ليبيا وأن الإطار السياسي للمبعوث الأممي هو الخيار الأفضل لتجاوز الأزمة الحالية والحيلولة دون تصعيد الصراع بحسب بيان مشترك لها مع ألمانيا الأربعاء الماضي. تقول الإمارات ذلك وكأنها ليست هي من يرسل مدرعاتها ولا طائراتها التي شاهدها العالم بأسره لقصف الليبيين، وليست هي من يؤجج هذا الصراع ويصعده، ولا كأنها هي من أنشأ هذه الأزمة بل وجل أزمات المنطقة، ولم تزل تغذي بالوقود نيرانها في كل مكان يحاول فيه ربيع عربي أن يزهر في سعي حثيث عجيب وإصرار غريب يصعب على العقلاء فهمه لوأد أحلام الشعوب العربية في الحرية والتنمية والديمقراطية. غير أن هذا الهدف الأخير بات واضحاً للعالم بشكل لافت، حتى عنونت صحيفة لبوان الفرنسية مقالاً بصريح العبارة: الإمارات تقف حجر عثرة أمام تطلعات الشعوب للتحرر، مؤكدة في مقالها أن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يتبع سياسة شاملة في العالم العربي من الجزائر إلى اليمن قائمة على دعم القوى الاستبدادية بشتى الوسائل وخنق كل محاولة ديمقراطية في العالم الإسلامي بحسب الصحيفة. وهو الأمر الذي ينسحب بالضرورة على تطلعات الشعب السوداني وثورته ضد النظام البشير الاستبدادي، حيثما لبث أن برز دور الإمارات وحلفائها بكل سلبياته ملبدا سماء السودان بغيوم سوداء منذرة بخريف مغبر وشتاء عاصف. فما أن سقط البشير وتولى المجلس العسكري حتى سارع رئيسه عبد الفتاح برهان بزيارة الإمارات ومصر في محاولة فيما يبدو لإنقاذ باقي النظام من السقوط ولو بالتنكيل بالمعتصمين في الميادين وإعادة مشهد فض رابعة. وهذا فعلا ما حصل في أوائل مايو الماضي وأدى لسقوط المئات بين قتيل وجريح، فيما أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست آي أنه كان بضوء أخضر من الإمارات وحلفائها. فلصالح من تعادي الإمارات كل شعوب المنطقة التواقة للحرية، ولماذا كل هذه الدماء؟ إذن استمعنا إلى هذا التقرير مشاهدينا الكرام وتابعناه معا. أعود إلى ضيوفي هنا. سيد محمد كرير، يعني هذا التصريح الإماراتي المشترك أو البيان الإماراتي المشترك مع ألمانيا تقول فيه الإمارات التي يعني تضخ كل هذا الكم من الأسلحة وتؤجج هذا الصراع، وهذا الكلام الذي يقوله العالم كله ويشاهده، تقول أن لا حل سياسي للصراع الدائر في ليبيا وأن يعني الحل السياسي أو الجهود السياسية المتمثلة في عفوا لا حل عسكري في ليبيا عفوا نعم، وتقول أن الحل السياسي المتمثل في جهود المبعوث الأممي هي الخيار الأفضل لها. كيف تقرأ هذا التصريح؟ هل هو من باب النفاق مثلا وازدواجية التعامل من الإمارات، أم هو دليل ربما فشل خيارها العسكري الذي تدفع باتجاهه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم ولكل مشاهدي قناتكم الموقرة، وتحية للضيوف الكرام الذين معنا. وابتداء لابد من توجيه تحية إجلال وإكبار لشعبنا المناضل في ليبيا ضد هذا التدخل الفج
الإجرام من قبل الإمارات عن طريق بيدقها وعميلها حفتر، وما زالت التضحيات والدماء الليبية الطاهرة تسيل على أسوار وتخوم طرابلس، وبإذن الله ستنتصر هذه الدماء التي انتفضت ضد الإرادة الإماراتية العميلة الوظيفية للصهيونية والصليبية العالمية. أخي الفاضل، دعني ابتداء أشير ولا أريد أن أكرر ما قاله الشيخ الفاضل حسن الدقي إلى أن الإمارات مع ضلوعها في هذا الدور الوظيفي الاستخباراتي لصالح الصهيونية والصليبية العالمية إنها انتقلت من مرحلة هذا الدور الوظيفي المتخفي سابقا إلى الاعتزاز والمظاهرة بإعلان هذا الدور الاستخباراتي العميل للصهيونية العالمية والصليبية العالمية ضد التحرر العربي والتحرر الإسلامي، وآخرها محاولة تصفية القضية الفلسطينية ودور الإمارات الاستراتيجي والرئيسي والأول في الترتيب الأول في قضية صفقة القرن أو العملية الإجرامية التي يراد بها تصفية القضية الفلسطينية. هذا التصريح الذي اشتركت فيه ألمانيا مع الإمارات مع ألمانيا هو لا يعد أن يكون من باب ذر الرماد في العيون، وهي عبارة عن دبلوماسية هشة انكشفت وانفضحت أمام الرأي العام العربي وأمام ثورات الربيع العربي وخاصة الثورة الليبية التي إلى تاريخ اللحظة إلى تاريخ اليوم تقريبا العصر كانت الطائرات الإماراتية والدعم الإماراتي يقصف مدينتنا في تاجورة، وهناك أحد المرضى بجانب مشفى القلب قد مات وانتقل إلى ربه نتيجة الهلع الذي أصابه جراء هذا القصف. الإمارات بهذا التصريح هي تحاول أن تدغدغ نوعا من العواطف في جزء من شعبها الذي أصبح أيضا يعرف أن دور حكومته ودور هؤلاء الذين يتصدرونه ويقررون قراره الوطني والسيادي العميل للدول الأجنبية الكبرى تريد أن تقول له نحن أيضا ندعم الحل السياسي في ليبيا وفي غيرها من الدول، ولكن في حقيقة الأمر هذا الأمر تكشف للإماراتيين، ونحن نفرق بين الشعب الإماراتي وشرائح المجتمع الإماراتي وبين حكام وحكومة الإمارات العميلة التي هي والغة وضالعة في دماء الشعب الليبي، والآن أيضا ولغت في دماء الشعب السوداني للأسف الشديد. هذه دبلوماسية تعتمدها اللغة الدبلوماسية واللغة السياسية عند بعض السياسيين وعند بعض الدول، لكنها لا تغني ولا تسمن أمام هذا التدخل السافر الذي أصبح واضحا. أن الإمارات لجأت إلى هذا النوع من التصريحات بسبب المقاومة الباسلة التي واجهتها قوات خليفة حفتر التي تدعمها الإمارات، وهذا يعني دمر ترسانتها التي تدعم بها قوات خليفة حفتر وأسقطت طائراتها المسيرة، فالنتيجة لهذا الفشل اضطرت أن تعتمد هذا الأسلوب ربما وتتظاهر بأنها تفضل الحل السياسي. هو لا شك هو هذا ما يسمى بخط الرجعة عند السياسيين وعند أي عملية سياسية أو عملية عسكرية، خاصة هذه الدول التي لا تريد أن تظهر للعيان أنها متورطة في دعم عسكري ودعم كبير وفي قتل الأبرياء وفي إسالة دماء الليبيين والسودانيين والسوريين والفلسطينيين. الآن سيأتيهم الدور الإماراتي، نسأل الله لا يكون ذلك، لكن في حقيقة الأمر الإمارات كانت تستعمل هذه التصريحات حتى في بداية حملة حفتر بيدقها وعميلها الذي دعمته بالمال والطائرات وبقاعدة الخادم وغيرها وبالأسلحة والطائرات، هي تستعملها، ولكن فعلا يعني صمود ثوارنا وصمود جيشنا الباسل في طرابلس بقيادة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي فعلا لا شك أنه أربك استراتيجية وخطة وخارطة الطريق التي كانت تعتمدها الإمارات التي هي أيضا دولة وظيفية لدى الصهيونية العالمية وخاصة فرنسا، هي جزء من الإرادة الدولية لتطبيق صفقة القرن في ليبيا، لأن جزء من صفقة القرن يجب أن تتمثله ليبيا من حيث الدعم ومن حيث الأراضي واستقدام 8 ملايين شخص كما قال حفتر. لكن هذا الصمود الأسطوري لثوارنا ولجيشنا أربك خطة الإمارات وخلط أوراقها في المنطقة بالكامل وخاصة ليبيا وتونس والجزائر، وأعتقد أن الإمارات الآن قدر الإمكان مع دعمها المتبجح لحفتر عسكريا تحاول أن توجد الآن مخرج دبلوماسي، ليس من أجل أن تنسحب نهائيا ولكن من أجل إعادة تدوير مجرم الحرب حفتر في المشهد السياسي الليبي القادم عندما فشل الآن أمام هذا الصمود الأسطوري. ذكرت بأن الإمارات تحاول
أن تخفي هذا الدعم وهذا التمويل، لا أظن أنه بات بالإمكان إخفاؤه أمام هذه التقارير حتى الأممية، وسنعود إليها ربما في وقت لاحق. أجد ترحيبي بالشيخ حسن سلمان الباحث في الشؤون الإفريقية. بداية شيخ حسن، يعني قبل أن نسألك عن طبيعة الدور الإماراتي ربما في السودان، نريد أن نفهم المشهد السوداني في البداية. يعني لو تصف لنا بداية هذا الحراك السوداني الذي أدى إلى إسقاط عمر البشير، هل تعتبره من وجهة نظرك هو فعلا موجة من موجات ثورات الربيع العربي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وأحيي الثوار في كل مكان، في ليبيا، في السودان، في سوريا، في كل موطن. حقيقة نحن نشهد ميلاد أمة خلال 7 سنوات تعاني من مخاض عسير جدا. ظن البعض بأن هذه حركة الشعوب قد قمعت، وأنها عادت إلى القمقم من جديد، وأنهم قادرون عليها لإعادتها والسيطرة عليها، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى تثبت أو يعني يثبت أن حركة التاريخ تثبت بأن أمة الإسلام تمرض، تضعف، لكنها لا تموت. وإن شاء الله، يعني أنا في تقديري الآن هي الموجة الثانية بدأت هذه بلا شك، ويمكن أكثر من مرة في قناتكم المباركة ذكرت في لقاءات سابقة بأن من يظنون أن الثورات قد تم احتواؤها فهم لا يقرؤون حركة التاريخ بشكل صحيح. ما دام أن هنالك عوامل أدت إلى قيام هذه الثورات، وهذه العوامل موجودة، فإن الثورات ستظل موجودة، يعني قد تخبو بعض الشيء، تضعف بعض الشيء. الموجة الثانية تقريبا بدأت الآن في الجزائر والسودان على وجه التحديد، في لحظة ربما يعني الآلة العسكرية لقوى الثورة المضادة، سواء القوى الإقليمية أو القوى الدولية، أعملت آلتها العسكرية بكل ما تعني هذه الكلمة، وخاصة في شعوب ثلاث، في الشعب الليبي، وفي الشعب السوري، وفي الشعب اليمني. يعني تكاد تكون يعني الآلة العسكرية ظنوا بأن هذه المحطات الثلاث ربما تكون درسا للشعوب ألا تستيقظ مرة أخرى. وسمعنا حقيقة كثيرا، بالذات في السودان، كثيرا ما كنا نسمع من المسؤولين: عليكم أن تنظروا إلى الشعوب من حولكم، عليكم أن تنظروا إلى الشعوب من حولكم. وإذا بنا نفاجأ بقدر الله سبحانه وتعالى في اللحظة التي زار فيها الرئيس السابق عمر البشير إلى سوريا وصافح بشار، وإذا بقدر الله يأتي من ورائه وتنتفض الشعب، ينتفض الشعب السوداني. في لحظة كانوا يظنوا بأن سيستصحب ما يجري في سوريا من قتل ودمار وكذا، ولكن هكذا قدر الله سبحانه وتعالى، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. فنحن عموما ننظر إلى الحالة في السودان. أولا، كانت الأزمة السياسية قديمة، أزمة سياسية خانقة استمرت لفترات طويلة جدا، عجز فيه النظام السابق عن إيجاد على الأقل نظام سياسي يستطيع أن يستوعب كافة تناقضات الشعب السوداني، ويحقق كذلك نوع من التنمية اللي يمكن على الأقل يعيش فيها الإنسان السوداني. ولكن النهايات التي كانت في العهد السابق أو في عهد البشير، إن كنت لازل تعتبر النظام لم يسقط، يعني سقط رأس النظام، لكن فشل كما حدث في جل الثورات تقريبا. الذي حدث بأن الفشل التام في الحياة السياسية وما صاحبه في الآونة الأخيرة من فشل اقتصادي كامل في الحياة المعيشية، حتى دخلت المسألة إلى البيت الداخلي للعنصر السوداني فيما يتعلق بالغاز، ما يتعلق بالعيش والرقيف والكهرباء والماء، أدى هذا الأمر إلى أن الذين حتى ما كان تعنيهم السياسة وما كان تعنيهم قضية من يحكم السودان بدأوا الآن ينتفتون إلى أن القضية فعلا لم تعد تحتمل. أيضا علينا أن نستصحب أن الحلفاء الذين ربما كان مد إليهم البشير يده ظنا منه بأن هؤلاء سيسعفونه وينقذونه مما هو فيه، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات على وجه التحديد، أيضا هؤلاء كانوا يلعبون معه لعبة مختلفة جدا، وهو كانوا يتمنون إما احتواءه احتواء كامل وسحبه من كل المحاور التي ربما هو يمد إليها أيضا الأيدي، وخاصة محور التركي القطري. فعلى كل أيضا ساهمت بشكل أو آخر
هذه الدول في محاولة تجفيف أيضا السوق السوداني، وربما أيضا لعبت لعبة كبيرة جدا في التقارب مع السودان في الدخول إلى المنظومات الأمنية والعسكرية، مما أدى إلى أن تكسب بعض الشخصيات وبعض الشرائح. ويمكن أن نقول حصل هنالك نوع من الانقسام داخل بنية النظام السياسي السوداني بين من هو موالي للإمارات والسعودية وبين من هو يرى لا علينا أن نكون متوازنين. فكل هذه العوامل أدت إلى أن تظهر على الأقل موجة من الحراك السياسي والحراك الثوري في داخل السودان. نعم، هنا على ذكر الدور الإماراتي السعودي، ربما يعني من المناسب أن أسألك تحديدا عن طبيعة هذا الدور الآن في المشهد السوداني حاليا. هو حقيقة منذ اللحظة التي نزل فيها الثوار إلى الشارع هم كانوا يرصدون ويرقبون، وربما كما قلت كانوا يلعبون أيضا لعبة خطيرة في الداخل السوداني، لكنهم كانوا الإمارات والسعودية نعم يرصدون ويرقبون وكانوا متواجدين حاضرين في المشهد السياسي السوداني، لكنهم ما كانوا يريدون ثورة عارمة تطيح بالنظام السياسي. كانوا يريدون محاولة تحريك الشارع ثم تحريك العسكر الذين تم استقطابهم في الفترة التي ذكرنا فيها يعني العلاقة هذه القوية بين النظام السوداني وبينهم، ليتم الإطاحة عسكريا برأس النظام وتأتي المجموعات الموالية للإمارات وتوافق على الشروط التي ربما كان يتحفظ عليها النظام السابق. يعني هم اعتمدوا مثلا استراتيجية صناعة ثورة بطريقة ما أو انقلاب معين لامتصاص هذا الحراك الشعبي. نعم، هم على كل فعلوا ذلك، لكن لا يعني ذلك أن الشارع كانت له رأي نظرته المختلفة. الشارع كان يتحرك، لكن كانوا يفكرون في إدارة هذا الشارع. كانت هنالك حركة شعبية متحركة عفوية نتيجة المشكلات التي ربما أسهموا فيها كما ذكرت، لكن الشارع كانت له نظرته في الحرية والسلام والعدالة وفق تطلعات الشعب السوداني، وهم كانت نظرتهم أن يكون السقف سقفا متدنيا، أن لا يذهب بعيدا لأن تكون هنالك ثورة شعب تحول على الأقل النظام السياسي كله من نظام عسكري أو نظام حزب واحد إلى نظام تعددي، وهذا ما تخشاه الإمارات. منذ أن أطيح برأس النظام بدأت الآن جولة ثانية، وهو إبراز الشخصيات الموالية للإمارات على وجه التحديد المتمثلة حاليا في المجلس العسكري، حيث رأس المجلس العسكري ونائبه تحديدا هم شخصيات معروفة بعلاقاتها المتميزة مع الإمارات وخاصة في الملف اليمني. وبالتالي يمكن أن نقول من اللحظة التي أطيح فيها برأس النظام اللي هو الرئيس السابق البشير، دخلنا الآن في محاولة هيمنة شبه كاملة على المجلس العسكري وقرارات هذا المجلس والمآلات التي ينتهي إليها هذا المشهد السوداني. نعم، ربما هذا الكلام يعودني أو يقودني عفوا إلى العودة إلى الشيخ حسن الدقي ليسأله عن طبيعة الاستراتيجيات التي تعتمدها الإمارات في لعب هذا الدور، دور إجهاض أحلام وطموحات الشعوب العربية في التحرر والتنمية والديمقراطية. ما هي الاستراتيجيات التي تعتمدها الإمارات شيخ حسن؟ أخي الكريم والأخوة الكرام جميعا، يعني ينبغي أن نعرف ما هي المحركات الأساسية في استراتيجيات الإمارات. نحن الآن المحرك الأساسي لكل القوى هو القلق المشترك من الساحات الثورية. الساحات الثورية دخول العرب في معترك الصراع العالمي وإمكانية أن يؤدي هذا إلى تغيير المنظومة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، جعل هذا القلق المشترك من الثورة هو الأساس الذي ينتج الاستراتيجيات اللي موجودة في الإمارات أو في السعودية أو في مصر أو غيرها. فنحن الآن أمام قلق مشترك بين أربع جهات أساسية. المرجعية الأولى هي المرجعية الصليبية العالمية متمثلة في أمريكا وأوروبا. هنا هو القلق الأول، لأنه الهيمنة لمئة سنة الآن على قلب المسلمين تنحسر مجددا. الجهة الثانية هي المرجعية الصهيونية والمشروع الصهيوني الذي نشأ في ظل الحملة الصليبية منذ عام، يعني تأسس هو قبل 48، لكن 1948 أعلن عنه. أيضا المشروع الصهيوني معني بدرجة أساسية يعني وقلق شديد جدا من هذه من الساحات الثورية. الجهة الثالثة هي المرجعية الصفوية المشروع الصفوي الإيراني، لأنه هذا المشروع القرمطي الباطني ما كان له أن ينشأ إلا في ظل الهيمنة الصليبية والهيمنة المغولية الشرقية تتمثل اليوم في روسيا وفي الصين. هذا أيضا المشروع قلق بشكل كبير جدا من ثورات الشعوب العربية. وأخيرا يأتي نظام النفاق العربي لكي يشاركهم، لأنه نظام النفاق العربي
هو صنيعة لهذه المشاريع التي تتموضع في المنطقة. من هنا تنتج الاستراتيجيات التي تعمل يعني فيها الإمارات. فأول هذه الاستراتيجيات هو تضييع مسار الثورة، أن الثورة لا تهتدي، لا يكون لها بوصلة واحدة دائمة، وإنما يغير اتجاه الثورة والصراع شيئا فشيئا إلى أن يجد الشعب المعني سواء كان يمني أو ليبي أو سوري يجد نفسه تائها ولا يستدل على أصل يعني خروجه وأصل ثورته إلى أين تتجه. وهذا يتم تطبيق هذه الاستراتيجية عبر السيطرة يعني والسيطرة نعم المستمرة على المنطقة وتغذية النزاع، تغذية النزاعات بينما هم يسمونها إدارة أزمات، لكن في الحقيقة هم يديمون الأزمات، لا يديرونها وإنما يديمون الأزمات ويغذون النزاع. تغذية النزاع هذا بأن يكون هناك طرفين، الطرفين متحكم فيهم، يعني الشعوب تفقد توازنها لأنه المرجعية الأساسية والمرجعيتين كما عندنا في اليمن الآن، يعني في اليمن الحوثي متحكم فيه إيرانيا، وإيران هو مشروع وظيفي في المنطقة أيضا، والتحالف ما يسمى بالتحالف العسكري السعودي الإماراتي متحكم فيه أيضا أمريكيا وأوروبيا، وبالتالي الشعب اليمني يغذى النزاع فيه ويفتت، وحتى يصل الشعب اليمني إلى نوع من يأس على إمكانية التغيير، نسى أنه خرج لإسقاط طاغيته ودخل في مثل هذا الصراع. نفس الحال أيضا نجد يعني بدفع حفتر للقيام بهذا الدور وتولي الإمارات كبر هذا الدور ودعم السيسي أيضا في مصر هو يعني تغذية هذا النزاع وإدامته. في ظل تغذية النزاع وإدامته وخاصة أن الأموال العربية لا حسيب ولا رقيب عليها، وحكومة مثل حكومة الإمارات والسعودية تدفع المليارات لتغذية يعني هذا النزاع، تشتغل استراتيجيات أخرى. من ضمن هذه الاستراتيجيات هو منع الشعوب من أن تذهب إلى أي مستوى من المرجعية الخالصة الحقيقية التي تمثل هذا الشعب، وإنما يؤخذ أناس لا علاقة لهم بثورة الشعب ويجبرون أو يوقعون على اتفاقيات دولية، هذه الاتفاقيات الدولية هي التي تسيطر على الساحة الآن. ما يعني أنا نسيت حقيقة أن أبارك في بداية هذا اللقاء، أبارك للشعب الليبي هذه النقلة المباركة التي انتقلها في ضرب المشروع اختراق الثورة الليبية عبر حفتر. هناك إنجاز مبارك الآن عظيم ينبغي أن يستوفى هذا، وسبحان الله يتوافق هذا الإنجاز مع إنجاز أيضا الشعب السوري وقفزته المباركة في مواجهة العدو الروسي ومعه العدو الإيراني والنصيري. ففي ظل هذا يعني ينبغي على النقل الخطير الأساسية هو بلورة مرجعية سياسية شرعية ثورية شعبية حقيقية تمثل أعماق الشعب الليبي والشعب اليمني والشعب السوري. إذا تبلور هذا المشروع، تبلورت هذه المرجعية وتبلور هذا المشروع، حينئذ نكون وضعنا أرجلنا على الشعوب العربية في مواجهة يعني الاستراتيجية الإماراتية. شيخ حسن الدقي سأعود إليك ولكن بعد أن نخرج إلى فاصل قصير أعزائي المشاهدين، فاصل ثم نواصل بإذن الله. عندنا تقريبا 1,760,000 كيلو متر مربع باين في الدربين. إذا كان حصلنا 10 مليون إضافة كلهم قادرين على أنهم يغيروا موجه جديدة كلها، ليش لا؟ فسروا لي الآن شنو علاقته هو يبي يوضح لكم حتى الشكل الديموغرافي اللي هو التوزيع الجغرافي السكانية الليبية، وبيدخل عليها 10 غير ليبي بيوطنهم في ليبيا وبيخليهم ليبيين. قولوا لي اسالكم بالله شنو علاقتها بالقوات المسلحه وعنده مشكله مع هيثم التجولي ولا عنده مشكله مع صلاح بالي؟ ليبيا على المستوى قديم كانت جزء من مصر ايام خوفو ايام الفراعنه، كان اسمها قبائل التحنو قريبه مننا قوي، جزء من بنيه كمان المجتمع المصري.
أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين، ونجدد الترحيب بضيوفي الكرام جميعا. أتحول إليك شيخ محمد كرير. شيخ محمد، يعني صحيفة الاندبندنت في شهر أبريل الماضي تقول إن الأمم المتحدة تحقق في مزاعم بأن دولة الإمارات شحنت أسلحة لدعم خليفة حفتر، ونقلت الصحيفة عن نائبة رئيس البعثة الأممية ستيفاني ويليامز قولها إن الأمم المتحدة تلقت تقارير متعددة عن تدفق الأسلحة إلى ليبيا وهي قلقة للغاية من هذا التصعيد، وأشارت إلى أن لجنة الخبراء المعنية بليبيا تحقق في الموضوع. أين وصلت هذه التحقيقات؟ نحن الآن في شهر يونيو، ربما في منتصف يونيو، وهذا يدل ربما أن الأمم المتحدة والعالم كله والمجتمع الدولي يعلم بهذا الانتهاك للحظر لتوريد الأسلحة إلى ليبيا، مع ذلك لم يتخذ أي موقف تجاه حتى الآن. كيف تنظر إلى هذا الأمر؟ هو أخي الكريم والإخوة المشاهدين، عندما نعلم حقيقة الإمارات كقوة، من هي الإمارات ككثافة سكانية؟ مع احترامنا للشعب الإماراتي، دولة الإمارات، ما هي مقومات دولة الإمارات القوية الجوهرية الرئيسية التي تجعلها صانع رئيسي للقرار العالمي؟ لا يمكن للإمارات أن تكون في هذه الخانة إلا في حالة واحدة، وهي أن تتمثل دور العميل تمثلا حقيقيا بعقيدة ومنهج وفكر، وهذا الذي الآن أصبحت تتبجح به الإمارات علنا، فهي انتقلت من دور مع الفارق في التشبيه مؤمن آل فرعون إلى المجاهرة بالإيمان بدورها التبشيري بصفقة القرن وإعادة شعوب التحرر، الشعوب العربية والإسلامية، إلى مربع الاستبداد والديكتاتورية والهيمنة العسكرية والحكم الفردي. الأمم المتحدة ومجلس الأمن يعلم حقيقة الإمارات، يعلم حقيقة ابنه وطفله المدلل الذي هو صنعه على عينه، والذي هو غض الطرف عنه حتى يدعم حفتر من أجل أن يحقق هذه الاستراتيجية التي بدورها تصب في تصفية القضية الفلسطينية. هذا الكلام الذي تتفضل به يصب في نفس المسار الذي يتحدث عنه الشيخ حسن الدقي، في أن الإمارات فعلا تنفذ مخططا واستراتيجية صليبية صهيونية كما قطعا وصفها. بالقطع لا يشك في ذلك أي متابع أو أي متبصر بحقيقة الصراع، سواء كان من الناحية العقائدية في هذا المجال أو من الناحية الاستراتيجية للتحكم في النفوذ السياسي وعمالة الحكام وتجير الدول والأنظمة إلى صالح النظام العالمي من جديد بأسلوب واستراتيجية جديدة، أو من حيث التحكم في مراكز القوى الاقتصادية. ليبيا قوة ومركز اقتصادي قادم عملاق، إذا صح له الاستقرار السياسي والأمن والاقتصادي ستختفي على إثر ذلك الإمارات. ولذلك الإمارات يجب أن يعلم الشعب الليبي والشعب الإماراتي وكل شعوب المنطقة أن للإمارات هدف رئيسي وكبير وأساسي، وهو ألا يكون هناك استقرار سياسي وأمني واقتصادي في ليبيا، حتى لا تختفي الإمارات من الوجود، وحتى لا تتحول الأنظار والأسهم والمسارات الأوروبية والأمريكية والعالمية إلى ليبيا وتترك الإمارات وتطلقها إلى غير رجعة. ما يقوم به الآن الأمم المتحدة أو لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في مسألة تدخل الإمارات عسكريا في ليبيا ونقل الأسلحة وإيجاد قاعدة الخادم والخروبة وغيرها في بني غازي في شرق ليبيا، هو عبارة عن مسألة لا تتعدى أن تكون مسألة بروتوكولية روتينية، وإلا من هي الإمارات حتى تخرق القرار الدولي في مجلس الأمن؟ نعم، هذا هو السؤال الذي كنت يعني نطرحه عليك. يعني هل يعني علم المجتمع الدولي وحديث الصحافة العالمية عن انتهاكات الإمارات وسجونها السرية وتعذيبها وإرسالها للمدرعات والأسلحة وخرق لقرارات مجلس الأمن إلى آخره، هل هو عاجز أمام الإمارات أم أنها يعني تواطؤ؟ لا، ليس عاجز، هو غض طرف، هو إرادة دولية يراد لها أن تتحقق عن طريق هذه الدولة أو الدويلة، مع احترامنا للشعب الإماراتي، الدويلة الوظيفية في المنطقة التي أسند إليها دور قمع ثورات الربيع العربي وإعادة الشعوب إلى حظيرة الدكتاتورية والحكم العسكري وحكم الفرد والحكم الشمولي، ومع إرادة إماراتية في الاستحواذ على أماكن ومواقع النفوذ الاقتصادي كالمواني والشواطئ والنفط ومؤسسات النفطية الموجودة في ليبيا. وهناك عقود وقعت أيام النظام السابق في سنة 2009 في خاصة في شركة راس نالوف
والآن تسيطر تقريبا الإمارات على 50% من هذه الشركة. يعني وصول الإمارات إلى جزء من النفوذ الاقتصادي الليبي في ليبيا كان مبكرا قبل حتى ثورة 17 فبراير، لكن هذا الدور المطلوب من الإمارات هو بناء على غض طرف أجنبي دولي في المنظومة الدولية من قبل مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومع ذلك يجب أن نذكر أن هذه الدول العظمى والكبرى مع عملائها تختزل وتخزن لهم هذا الملف الأسود حتى ما إذا أرادت أن تسقط هذا النظام الإماراتي العميل ستخرج له هذا الملف في قادم السنوات. نعم. طيب شيخ حسن سلمان، أشرت في حديثك إلى وجود انقسام ربما في السودان على مستوى السلطة والجهاز الحاكم، إلى أي مدى ساهمت الإمارات أو أحدثت الإمارات هذا الانقسام وهذا الشرق؟ وهل هو في جهاز السلطة فقط أم أنه أيضا ربما ينزل إلى المستوى الشعبي؟ هي على كل، الإمارات ظلت تعمل بوجود الرئيس السابق البشير، كيف أنها استطاعت أن تستقطب في فترة من فترات مدير مكتب الرئيس، ولاحظنا تلك الفضيحة الكبرى التي أطيح فيها في ذلك الوقت بمدير مكتب الرئيس بأنه كان ينقل المعلومات بكل تفاصيلها، معلومات الرئيس، معلومات مكتب رئيس مجلس الوزراء إلى كلا البلدين، إلى السعودية وإلى الإمارات. ثم ظلت على كل، الحكومة السودانية للأسف الشديد عاجزة حتى عن محاكمة هذا الشخص، وخرج مكرما معززا إلى المملكة العربية السعودية وظل مستشارا لوزير الخارجية. كل هذا حقيقة كان يحدث في ظل نظام سياسي على الأقل في وقتها كان ينظر إليه بأنه نظام سياسي متماسك، لكن من وقتها أدركنا نحن كمتابعين للشأن السوداني على الأقل بأن هنالك فعلا مشكلة عميقة داخل بنية النظام السوداني، وأن الإمارات والسعودية استطاعت أن تدق إسفين الخلاف ما بين المنظومة السياسية الحاكمة وهي الحركة الإسلامية. باختصار الآن يمكن أن نقول وصلت باللحظة التي أطاحت فيها بالرئيس البشير إلى أن تجعل على الأقل حالة الانقسام التي كانت ربما موجودة في تتفاعل في الداخل، إلى أن تجعل شخصيات التي توالي الإمارات والمحور الخليجي على وجه التحديد السعودية والإمارات ومصر جعلتهم الآن في واجهة السلطة. هذه النقطة الأولى، يعني حسمت الخلاف على الأقل إذا كان هنالك من يشد الناس إلى المحور القطري، المحور التركي، حاليا على الأقل بنية النظام السياسي في السودان انتهت إلى حالة واضحة للناس أنها انحازت المحور الإمارات السعودية. ثم أيضا أوجدت نوع عبر المجلس العسكري، أوجدت نوع من الخلاف ما بين القوى السياسية نفسها. فمثلا أول ما جاء المجلس العسكري، وهذه كانت مفاجأة وغريبة جدا، اعترف بقوى الحرية والتغيير ممثل شرعي ووحيد لقوى الثورة، وهو يدرك أن هنالك مكونات وخاصة المكون الإسلامي، التيار الإسلامي كان ما عدا المؤتمر الوطني كان موجود في الساحات ولكنه لم يكن جزء موقع من قوى الحرية والتغيير. نفاجأ بأن المجلس العسكري، وهذا أنا شخصيا تحليل أنها كانت بإيحاء من الإمارات بخبرتها الطويلة كيف تعاملت في مصر، كيف تعاملت في بقية البلدان، أوجدت إسفين اليمين واليسار، صورت قوى الحرية والتغيير بأنها قوى يسارية وقوى شيوعية وقوى على كل، وبدأ هذا الخطاب للأسف الشديد يتفاعل، مما اضطر التيار الإسلامي يصطف خلف المجلس العسكري. المجلس العسكري. وهنا المجلس العسكري وجد فرصة لأن يصور نفسه بأنه هو الآن ليس مجلس عسكري فقط، ولكن هنالك قوة سياسية من خلفه وقوة حاضرة في المشهد موجودة، وبدأت تتحرك هذه القوة للأسف الشديد، تتفاعل وتتحرك وتحرك مسيرات، وهو يقابل قوى الحرية والتغيير يقول لهم لستم وحدكم في الميدان. طيب ألست أنت من قلت لهم بأنهم وحدهم في الميدان واعترفت لهم بأنهم هم القوة الرئيسية؟ فعلى كل ذلك كانت تقف من ورائه الإمارات إلى أن مهدت تقريبا هذه الحالة إلى ضرب القوى الثورية من خلال ساحة الاعتصام التي كانت ساحة يمكن تعتبر نقطة القوى المفصلية التي كان يمتلكها قوى الثورة، ضربت بعد زيارات تمت لكل من مصر والإمارات والسعودية، مما يعني بأن ضرب القوى الثورية في ميدانها الرئيسي. نعم. وقد هذا كان سؤالي التالي يعني شيخ حسن، وهو عن موضوع فض الاعتصام. يعني يقول موقع الميدل إيست آي يعني أن هذا الفض تم فعلا بضوء أخضر سعودي إماراتي ومصري أيضا، كيف تنظر إلى هذا الأمر وما هي تداعياته وخطورته؟ هو دعني يعني أنا أقول بأن أحيانا قد نصوب البوصلة بشكل خاطئ،
ويمكن التركيز الكثير على قضية الإمارات. ركز، ما من هي الإمارات فعلا؟ يعني سؤال كبير، هل الإمارات فعلا؟ أنا اللحظة التي فض فيها الاعتصام نزلت تغريدة على صفحتي قلت لا يمكن أن يفض الاعتصام إلا بضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية. علينا أن ندرك هذا، يعني لا يمكن للإمارات ولا السعودية أن تجرؤ أن تقول للمجلس العسكري. هل الأمر يعني يحتاج فعلا إلى ضوء أخضر أمريكي يعني إلى هذه الدرجة من الخطورة؟ كان يحتاج يعني أن تفض اعتصام وأنت عندك سوابق على كل في الشمال، شمال الوادي وما حدث، وإلى الآن لا زالت الحكومة المصرية الملف الحقوق على الأقل يلاحقها، ولا زالت بالرغم من ملايين المليارات التي دفعت من الإمارات ومن السعودية في سبيل تحسين صورة النظام المصري، إلا أنه لا زالت الملفات الحقوقية حاضرة في المشهد العالمي. فكانوا يخشون على الأقل، خاصة المنظومة الدولية أو المنظومة الخليجية كانت تخشى منه، هل فعلا ضرب هذا الاعتصام يمكن أن يكون مضمونا؟ أنا في تصوري لو لم يعطوا ضوء أخضر بأنه هذا الملف سيتم التقاضي عنه ما كانت تقدم الحكومة السودانية على هذا الأمر. وقد لاحظنا المؤشرات كانت واضحة، كيف أن رأس المجلس العسكري زار مصر، جمهورية مصر، ثم جلس مع السيسي واستفاد من الخبرة في فض الاعتصامات والتكتيكات التي يمكن أن يتم بها تلافي حتى قضية الملاحقات الدولية، ثم ذهب إلى الإمارات وذهب نائبه إلى السعودية. فواضح جدا أنهم بعد ذلك مباشرة بدأ التصعيد في لهجة الخطاب في المجلس العسكري، بدأ أن كانت لهجة تصالحية، لهجة حريصة على أن تكسب الثوار، حريصة على أن تظهر انحيازها للشارع السوداني. إذا بنا نفاجأ بخطاب واضح فيه عملية الاستعلاء على الأقل الأمني والعسكري والاستعلاء على الشعب السوداني، مما بدأ نوع من التمهيد إلى استعمال القوة واستعمال العنف ضد المتظاهرين. شيخ حسن الدقي، أشار ضيفي الشيخ سلمان أشار إلى استراتيجية شق الصف في التي تعتمدها الإمارات ومارستها على مستوى السلطة في السودان، وأيضا ربما أوحت بطريقة ما من أجل شق صف حتى المتظاهرين وقوى الحرية من خلال استقطاب قوى الحرية والتغيير أو شيء من هذا النوع. ربما هذا يؤكد مسألة يعني استراتيجية شق الصفوف أيضا التي تعتمدها الإمارات. إلى أي مدى ترى أن الإمارات فعلا تعتمد مثل هذه الاستراتيجية مع قوى التغيير في المنطقة؟ الإمارات أخي الكريم تطبق استراتيجية أمريكية وصهيونية في إدارة الساحات الثورية أو في اختراقها، فهي لها أربع مسارات كبرى حتى قبل أن تقوم أي ثورة. الآن الساحة المغربية تقترب منها استراتيجيات الإمارات، الساحة السعودية طبعا هناك هيمنة خطيرة عليها، الساحة الجزائرية مخترقة، وهذا كله هو ترتيب صهيوني أمريكي في المقام الأول. أربع دوائر: الدائرة الأمنية تقوم بأدوار محددة، الدائرة العسكرية، الدائرة الاقتصادية والمالية، والدائرة الإعلامية. إذن عبر أربع مسارات كبرى أساسية تبدأ قبل نشوب الثورات، لأنه الآن بات ما يسمى بالمجتمع الدولي أو قادة المشاريع العدوة للأمة مقتنعين أن العرب كلهم على موعد مع الثورة، لأن مثل ما تفضل الشيخ حسن سلمان العوامل متحدة في كل الساحات العربية. فهذا الاقتراب أو هذا الاختراق يتم عبر مسح المجتمع المعني والوصول إلى قواه المؤثرة ومراكزه المؤثرة، سواء على مستوى رجال الأعمال أو على مستوى الجنرالات في جهاز الأمن أو وزارة الأمن والجنرالات في الجيوش، وعلى مستوى زعماء القبائل والمؤثرين في الوضع الاجتماعي في أي مجتمع، ويبدأ عملية الجذب والإسقاط. هناك إسقاط أمني عبر يعني العمالة المباشرة، هناك إسقاط مالي واقتصادي، حتى زعماء القبائل الذين يقبلون أيضا يوظفون ولكن عبر الإسقاط المالي، وهناك إسقاط أخلاقي إلى غير ذلك. فهذا يعني العمل أو هذه الاستراتيجيات مطبقة في كل الساحات الثورية، والسودان للأسف يعني عمر البشير هو من هيئ للإمارات أن تخترقه، هو الذي فتح المجال مبكرا. يعني بل إن عودة أحد أهم رجال أمريكا في السودان وهو صلاح بوش الذي كان يعني يمسك زمام جهاز الأمن في السودان، والذي اكتشف البشير أنه ذهب إلى انقلاب في عام يمكن 2011 ثم أقاله،
يرجع بعد ذلك بوساطة إماراتية أو لنقول بأوامر إماراتية وأمريكية يرجع لكي يستلم جهاز الأمن في عهد عمر البشير. فهذا هو تلخيص سريع لما تقوم به يعني الإمارات في اقترابها من الساحات العربية. طيب شيخ حسن الدقي، من وجهة نظرك يعني هذا الدور الذي تلعبه الإمارات وهذه الجهود التي تبذلها والاستراتيجيات، ما هي مآلاتها يعني في نهاية المطاف؟ إلى أين ستصل بنا في آخر هذا النفق؟ المآلات إن شاء الله بإذن الله فيها بشرى، طالما أن الشعوب قد تابت وانعتقت من غثائيتها ووهنها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخطر مرض ستتعرض له الأمة من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة هو الغثائية والوهن. فطالما الأمة الآن بدأت تعطي الإشارات الواضحة التي لا تخطئها العين بأنها باتت تنعتق من غثائيتها ووهنها كما نشاهد الآن في الشعب الليبي الكريم والشعوب الأخرى العربية، فنحن أمام بشريات يعني عظيمة. الآن الله عز وجل يسلط هؤلاء المجرمين علينا عربا كانوا أو عجما لكي نستمر في طريق الانعتاق هذا، وبالتالي دوام هذا الطريق، دوام هذا التدخل وهذا الإفساد هو متعلق بمستوى أدائنا نحن. اليوم مثلا الساحات العربية يتم إدارتها من قبل عملاء الإمارات باستراتيجيات واحدة، نفس الاستراتيجيات تطبق في ليبيا، في مصر، في السودان، في الجزائر، في سوريا، في اليمن، بينما نحن الآن نعاني من عزلة خطيرة جدا، سواء كان في تصورات إدارة الصراع أو في آليات إدارة الصراع. فلا علاقة للثوار في ليبيا بالثوار في مصر، ولا بالثوار في السودان، ولا بالثوار في سوريا، ولا بالثوار في اليمن. ينبغي أن تكسر يعني هذه الحدود الوهمية، ينبغي أن تتكامل الساحات الثورية، لأنه ثبت الآن أن عزلة يعني أخطر ما تعانيه الساحات الثورية هي عزلتها، لأن اليوم الشعب الليبي والذي يعني قسم منذ 100 سنة في إشكاليات أو نقاط ضعف خطيرة جدا. هذه النقاط الضعف موجودة في اليمن، موجودة في سوريا، لا يمكن تلافيها بحراك الشعب الليبي وحده، لابد أن يدخل الشعب الجزائري على الخط، لابد أن يدخل الشعب المصري على الخط، لابد أن يدخل الشعب السوداني على الخط. فإذا استطعنا أن احنا يعني نرتفع بتصوراتنا وندخل في هذا المستوى من التصورات ثم في آليات التكامل، على أقل تقدير نستفيد الآن من الدروس الخطيرة الدقيقة في المجال الأمني والاقتصادي والعسكري والاستراتيجي والتخطيط، فحينئذ البشريات قادمة. أما البشريات السريعة التي بين أيدينا فهي هشاشة وانهيار النظام العالمي، هذا مؤشر خطير يعني مبارك الحمد لله لصالح الأمة ولصالح الساحات العربية، لأن الأعداء الآن ينشغلون ببعضهم البعض انشغال كبير جدا، وما يجري اليوم في موضوع إيران وأمريكا والصين وروسيا، ثم هناك انكسار لأهم قوة في العالم وهي أمريكا بعد 20 سنة من الفشل المتراكم في أفغانستان، ثم إن مرجعية النظام العربي آل إلى هؤلاء الأقزام، هؤلاء الأقزام في الإمارات حاشا شعب الإمارات، عندما تؤول المنظومة العربية كلها إلى 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 هذا 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 النظام، هذه كلها يعني بشريات مباركة. شكرا لك. نعم شكرا لك شيخ حسن الدقي، واعتذر منك لانتهاء الوقت، وايضا اعتذر لضيوفي الكرام هنا الشيخ حسن او عفوا محمد كرير مدير المنتدى الليبي للتواصل والحوار، وكذلك ضيفي الشيخ حسن سلمان الخبير بالشؤون الأفريقية. أشكركم جزيل الشكر لتواجدكم معنا، والشكر موصول إليكم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم دمتم في أمان الله.